شاهدنا في 2011 ميلاد جيل جديد من الوطنيين، جزء من الشباب المغربي وقف ليقول لا. لا، المغرب ليس بخير وعلى خير. لا، السياسة العمومية الفوقية المطبقة علينا ليست هي الحل لمشاكلنا. لا للفساد، قالوا لا لهذا التوزيع الغير العادل لثروة وطننا، وقالوا كذلك لا، المغرب لا يمكن أن يبقى خارج التاريخ الديمقراطي إلى الأبد. في 2011 شباب وقف، وطنيون جدد وقفوا وطلبوا الكرامة، طلبوا الحرية، وطلبوا العدالة الاجتماعية. في 2011 شباب وقف، وطنيون جدون وقفوا، أقولها وأكررها في هذا اليوم المبارك 68 سنة بعد 11 يناير 1944. شباب 20 فبراير هم وطنيو المغرب لهذا القرن الجديد. نعم يا أصدقائي، أصدقاء مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد، بالنسبة إلي الوطنية اليوم هي رفض الحقرة والتهميش. الوطنية اليوم هي النضال من أجل الكرامة للجميع. الوطنية اليوم هي النضال من أجل الحرية والمساواة بين الجنسين. الوطنية اليوم هي النضال من أجل العدالة الاجتماعية. الوطنية اليوم هي الدفاع عن مقولة عبد الرحيم بوعبيد: لا فرق بين مواطن ومواطن آخر. الوطنية كذلك هي المطالبة بصوت عالي ومسموع بالديمقراطية، ليس اعتبارا بأن الديمقراطية هي الحل السحري، بل لأن الديمقراطية هي الوسيلة الوحيدة للنهوض بهذا الوطن، هي الوسيلة الوحيدة للاتجاه نحو مستقبل أفضل لجميع المغاربة، ولو جزئيا ولو بطريقة تدريجية. الوطنية اليوم في نظري هي كذلك يا أصدقائي النضال والخدمة من أجل الصالح العام، هي الخدمة من أجل المصلحة العامة. 2011 عرفت ميلاد جيل جديد من الوطنيين، ولكن أيها الأصدقاء، ولكن ونحن في مدرسة عبد الرحيم بوعبيد، مدرسة الواقعية كذلك، لا بد أن نكون واقعيين. والواقع اليوم هو رغم الحراك الشبابي الاستثنائي الذي عرفناه، لم نرى إلى حد الساعة بروز قوة سياسية منظمة قادرة على تحويل طاقة 20 فبراير إلى مشروع بديل، مشروع سياسي واضح يقترح التغيير المناسب لوطننا العزيز. فلا نتوفر إلى حد الساعة على تلك القوة، تلك القوة التي ستحدد الطريق نحو الثورة الثقافية التي نحتاج إليها. فلا نتوفر إلى غاية اليوم على تلك القوة، تلك القوة التي سترسم المغرب الذي نريد، تلك القوة التي ستخطط عقداً اجتماعياً مغربياً. لا نتوفر إلى حد الساعة على تلك القوة السياسية الطموحة التي ستقول بكل وضوح بأن لا تغيير إيجابي حقيقي في المغرب بدون إصلاح جوهري للتربية والتعليم، لا تغيير حقيقي في المغرب بدون إصلاح حقيقي وجوهري للتعليم،
لا نتوفر إلى حد الساعة على تلك القوة السياسية، ولكن إنها ليست بعيدة، ليست بعيدة تلك القوة الطموحة التي ستضع روح المواطنة كعمود فقري لأي تغيير بناء ومسؤول في بلادنا، وذلك من خلال التعليم، ونعم التعليم، الأولوية للتعليم ودائما التعليم. أصدقائي الأعزاء، لكي تبرز وتخرج للوجود هذه القوة السياسية، نحن محتاج اليوم إلى شجاعة، إلى الشجاعة، نعم إلى الشجاعة، الشجاعة من كل واحد منا، أولاً على كل واحد منا أن يقدم لنفسه، أن يقدم لنفسه النقد الذاتي اللازم، وأن نتحمل كلنا مسؤوليتنا الكاملة. ومعلوم علينا أن نتجنب الأنانية والانتهازيات التي كرهها الجميع المناضلين والمغاربة. بالنسبة للشباب، أولئك الوطنيون الجدد، فالشجاعة المطلوبة منهم اليوم في نظري هي القبول بالدخول في اللعبة السياسية رغم جوانبها السلبية واللا سليمة. نعم، على الشباب، علينا أن نشارك في اللعبة السياسية، وبالأخص في 2012 في الانتخابات المحلية المقبلة، وذلك لعدة أسباب، وسأركز على سبب جوهري، سبب واحد. السبب الرئيسي في نظري هو بأننا نحن اليساريون التقدميون الوطنيون لسنا أغلبية في مغرب اليوم، لسنا أغلبية في مغرب اليوم، وإذا أردنا أن نتحول إلى أغلبية في المستقبل فعلينا أن نبدأ من اليوم، علينا أن نفتح النقاش من اليوم مع جميع فصائل مجتمعنا، لا بد أن نفتح نقاشات مع الشعب المغربي برمته لكي نستحضر ولكي نفهم التخوفات والتطلعات، لا بد أن نفتح النقاش مع الشعب المغربي وبالأخص مع أولئك الذين لا يشاطروا آرائنا التقدمية الحداثية، لا بد أن نفهم بعمق التخوفات والتطلعات لكي نبني خطاب جديد ولكي نفسر مشروعنا الحداثي ولكي نقترح حلول وتصور، تصور جديد وطموح يطمئن ويخلق الأمل عند الشعب المغربي. فكما كان يقول عبد الرحيم بوعبيد، لا يتعلم أي شعب الديمقراطية إلا إذا مارس الديمقراطية. أصدقائي الأعزاء، أصدقاء مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد، سنشاهد اليوم شريطين. الشريط الأول، يا أصدقاء المؤسسة، شخصيا أبكي كلما أشاهده، أبكي لأنني فقدت مثلكم ومثل جميع المغاربة شخص عظيم بكل المقاييس، لكن أبكي كذلك أيها الحضور الكريم لأن هذا الشريط وستشاهدوا يعطينا فكرة موضوعية على التراجع الرهيب، التراجع الرهيب للحركة الوطنية الحداثية في المغرب منذ 92. أما الشريط الثاني
أتمنى أن يعيد لكم الأمل، فهو شريط خلق عندي منذ تسجيله أمل في المستقبل، وهو عبارة عن 8 مناضلين واضحين في تصورهم لمجتمعنا. هؤلاء شباب مثل المئات، مثل الآلاف من الوطنيين الجدد، يريدون مجتمع أفضل، يريدون مغرب أفضل، يريدون مغرب بشكل آخر، ويناضل من أجل هذا المشروع الطموح. أخيراً، أطلب من الجميع بعد الشريطين، أطلب منا جميعاً أن نفكر وأن نتأمل، وعلى كل مناضل على حدة أن يتحمل مسؤوليته السياسية، لأن الديمقراطية في الممارسة وليس في الأقوال. La démocratie, c'est dans l'exercice et pas dans les mots. La démocratie, c'est dans l'exercice et pas dans les mots. فأنا بصفتي خاصة، ليس كرئيس مؤسسة، كعمر، أيها الأصدقاء، أقسم أمامكم بأنني سأتحمل مسؤوليتي. سوف أتحمل مسؤوليتي كتلميذ في مدرسة عبد الرحيم بوبيت. وبهذه المناسبة أريد أن أتبنى أمامكم كلمة الأستاذ المجاهد عبد الرحمن اليوسفي، كلمته في مقبرة الشهداء سنة 1992، حينما قال: قسماً يا عبد الرحيم، إننا لجهادك لمواصلون، وبما ضحيت من أجله لمتشبتون، ولتراثك النضال لحافظون. شكراً.